إذا كنت شاب عمر 18 ولسه ما معك سيارة رولز، فأنت إنسان فاشل للأسف. يعني لازم حدا يخبرك هالخبرية. وإذا كنت بنت وبعمر 18 ولسه ما معك سيارة لكسس أو بورش أو جي كلاس، فأنت بنت فاشلة جدا. يعني أنت أسوأ. ليش؟ لأنه إحنا هلأ بسنة 2023 في فرصة للعمل بالنت، فيكن تشتروا كل ما بدكم، فيكن تحققوا ثروات ما يعرف عقل. لا تستنوا أهلكم ولا تقولوا إحنا فقراء، وما أكيد معك تليفون ومعك واي فاي، ففيك تشتغلي عبر النت وتكسبي أموال قد عد شعر راسك، وتشتري لكسس ورولز وبورش ولامبورغيني وجي كلاس، وبتفرحي امك وابوك واخواتك. اوكي، وانت كمان يا شاب، بدل ما تقعدوا تعسوا على هاي لبسات وهاي رقصات وهاي راحت وهاي اجت، لانه هني عم بيأسسوا مملكة لحالهم، عم يكتبوا التاريخ، وانتو جالسين تكتبوا كومنت على هاتف مهتري واي فاي يمكن من عند الجيران او من عندكم بالبقشيش، يعني دافعين حقه بالبقشيش. فيلا افتحوا عيونكم، فتحوا لي هالعيون وفتحوا هالأدمغة، وروحوا شوفوا لكم شي شغلة اشتغلوها على النت، تكسبوا منها رزق. والله يعني تكسبوا منها رزق وتطعموا منها كم بطن جائع، يكون لكم أجر وثواب وتكون لكم حياة نقية يعني وكريمة، بدل عيش العيش الغير كريم اللي انتو فيه. وأنا معكم by the way.